طيب مهندس صالح، يعني تحدي كبير أكيد يواجه يمكن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنتم صوت لهم بالتأكيد ودعم لهم كثير، ومن ضمن مستهدفاتكم زيادة عدد الشركات الصغيرة أو المنشآت الصغيرة المتوسطة ومشاركتها في الناتج المحلي. لكن كل يوم يمر على صاحب منشأة صغيرة ومتوسطة خاصة اللي تضرروا يزيد ويفاقم يمكن حجم يعني أضراره. لنفترض كل السيناريوهات، احنا نقول يا رب ان هالازمه تعدي على خير ولا يطول امدها ان شاء الله، لكن لنفترض يعني دائما يقول لك توقع الاجمل واستعد للأسوأ، طال امدها طال ضررها، هل سينتقل في هذه المرحله دوركم من حرصكم على زياده عدد المنشات الى حرصكم الى عدم يعني تسرب احد منها او اغلاقه؟ سؤال ممتاز اخوي خالد، وفعلا يعني انا اعتقد اليوم المملكه العربيه السعوديه يمكن التصنيف الأخير أيضا حتى من فيتش كل الشركات الثلاثة الائتمانية اليوم صنفت المملكة من 100 دولة أنها مستقبل مستقر ونفس التصنيف السابق لها نظرا للاعتبارات الاقتصادية اللي موجودة اليوم أثناء الجائحة، وهذا حقيقة شهادة كبيرة للمملكة العربية السعودية. وشفنا كيف اليوم صدرت السندات اليوم كيف كل الجهات أقبلت عليها بصورة كبيرة. حقيقة احنا مرينا في صعوبات كثيرة في الفترات الماضية، والحمد لله في 2008 على سبيل المثال كانت الأزمة المالية تعدت المملكة فيها بكل الحمد لله بطريقة صحيحة جدا. الآن الأزمة الصحية اللي احنا فيها نشوف الأرقام اللي موجودة واحتواء الفيروس عندنا في السعودية مقارنة حتى في دول متقدمة، الحمد لله وضعنا في المملكة جدا ممتاز. أنا إن شاء الله أقول لك الأزمة فعلا صعبة وبتكون صعبة جدا على المنشآت الصغيرة المتوسطة، لكني متفائل بإذن الله أننا بنعديها مثل ما عدينا العديد من الأزمات. بحول الله. أنا أقول للمنشآت الصغيرة المتوسطة تعلموا كيف تكونون أكثر قوة وتكيف على التغيير، وابتكروا حلول وتصبحون بإذن الله أقوى وأقوى بعد أن تزول هذه الأزمة. جميل. بإذن الله. شكرا لكم مهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة المتوسطة، الأستاذ عبد الرحمن السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي، والأستاذ محمد بيشي مساعد رئيس تحرير صحيفة الاقتصادي.